أكد معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير دولة للتجارة الخارجية أن الأردن يعد وجهة إقليمية مفضلة للاستثمارات الإماراتية المباشرة التي بلغت 14 مليار و700 مليون درهم بحصة تبلغ 14% من إجمالي الاستثمارات الأجنبية المباشرة الواردة إلى المملكة، مما يجعل الإمارات أكبر مستثمر في الأردن عالميا تليها المملكة المتحدة ثم الكويت.